متابعي ملتي ميديا الإذاعة الجزائرية، أهلا وسهلا بكم في عدد جديد من برنامج مسميات. في هذه الحلقة الجديدة من برنامج مسميات أسعد باستضافة الباحث الدكتور الحاج دواق. أهلا وسهلا بك دكتور. أستاذ دواق، أنت أحد الباحثين الجادين، أحد الذين يملكون جرأة في المساءلة الفكرية للواقع، مساءلة الأنساق، مساءلة الخطاب الديني بصورة خاصة. أبدأ معك من الخطاب الديني أستاذ دواق. في رأيك، هل الجهود أو لماذا تعطل تجديد الخطاب الديني في الجزائر وفي العالم العربي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر المحجلين. أشكركم على هذه الفرصة التي أتحتموها لي لأتواصل مع متابعيكم. طبعا في النهاية الخطاب الديني هو ما سيمثل الوسيط بين الدين وبين العالم، لا من جهة أن الخطاب كمجرد كلام يتم تداوله لنقل المعارف والحقائق الإيمانية والعقائدية والشرعية والأخلاقية والسير والقصص وما يتعلق بالتاريخ، إنما الخطاب ككل، كنوع من التمثل أو الفهم للعالم، كشكل من التعبير عن هذا العالم وفقا لتلك التمثلات التي بالضرورة ستستند إلى أدوات وتستند إلى آليات وإلى أساليب. إذا كانت ثقافتنا ثقافة، يسمح لي المتابع الكريم في التوصيف، إذا كانت ثقافة متخلفة لا تجاري التجدد على مستوى الأدوات، على مستوى استمداد مستويات جديدة من الفهم وصبر غور الدين والبقاء على لون ما، على قراءة ما، على شكل ما، يتسم بأنه من الماضي. طبعا دائما كما نقول أن هذا الماضي ليس فقط هو هذا الشكل المتوقف، هذا الشكل السطحي، هذا الشكل التكراري، هذا الشكل اللفظي الحرفي الذي غلب عليه نمط ما من التقديم للدين على أساس أنه أحكام، على أساس أنه أوامر ونواهي وفقط، وليس نوع من الحالة العامة التي تمثل معرفية الإنسان المسلم في الحياة، جمالية الإنسان المسلم في الحياة، أخلاقية الإنسان المسلم في الحياة، عموم انخراط المسلم في هذه الحياة. ما دمت هذه الثقافة متخلفة أو قولوا مقعدة أو قولوا تتأبع للتجديد أو قولوا تحاول أن تقدم نفسها في ثوب جديد، فإن الخطاب الديني الممثل لها بالضرورة سيكون كذلك. هذا الخطاب الذي يعبر عن خوف من الآخر، عن عجز حتى أمام الذات التاريخية، يعني بالمناسبة هو خطاب عاجز حتى أمام الذات الإسلامية التاريخية، الذات الإسلامية التي كتبت بالعربية أو التي كتبت بالعربي وكتبت بغير العربية. هذا التوجس العام خلق نوع من التوقف والخوف من الحقيقة ومن ضرورة تطوير الحقيقة، لأنه ليس أمامنا من سبيل إلا أن نطور الحقيقة، لا في مبادئها الكلية التي هي الحق في النهاية، ولكن في إطار استدرار إجابات متوافقة مع تحديات الحالية. تحديات الحالية نوعية، وبالتالي ينبغي على الخطاب الديني أن يكون نوعيا أيضا في عمقه وفي رفعه للتحدي وفي ذهابه إلى إقناع الإنسان وطمأنته. توقفنا دكتور دواق عند الجانب المعرفي الذي توقف عند المسائل الفقهية والتحليل والتحريم، وإذا عدنا مثلا إلى تاريخ التراث الإسلامي المليء يعني بالمحطات المضيئة، يعني في التفاسير، في التفسير، في الأصول الفقه، في شتى المعارف يعني اللغوية والفقهية، ويعني الذين قاربوا النص القرآني وفي التراث كانوا ملمين على الأقل يعني بعلوم عصرهم. يعني الآن نرى قطيعة تكاد تكون قطيعة تامة بين معارف وعلوم العصر والفقه، كأنه الفقه وحتى علوم التراث، حتى علوم التراثية، يعني إلى ماذا تعود هذه القطيعة دكتور؟ تعزى إلى قطائع تاريخية،
نتيجة الإمبريالية الغربية وغير الإمبريالية الغربية، والنقوص والنصوصية والاستردادية والتكرار الذي ابتليت بها الثقافة الإسلامية. نحن الآن مبتلون بقرنين تماما من الزمان من ثقافة ألحت على جواب بعينه من تراثنا. تراثنا كما تفضلتم، وأنا هذا الذي أريد أن أوصله، إن تراثنا ليس طريقا واحدا، ليس خطا واحدا، هناك خطوط بارعة ذكية عبقرية. الذين ناجزوا أفلاطون وناجزوا أرسطو وناجزوا إبقراط وجالينوس فورفوريوس، هذه العقول الكبيرة التي استطعت أن تجابه العقول الكبرى في تاريخ الإنسانية، سواء كان عقلا يونانيا أو فارسيا أو هنديا أو صينيا، هذه العقول التي جارت تلك الفئات، أن للعقل المسلم لا يستفيد منها الجرأة على المجارات وعلى الاستيعاب وعلى التمثل. للأسف نمط أو طريق ما غلب، هذا الطريق هو الذي أضحى الآن يقدم الإجابات للعقل المسلم. خذ مثالا محاولة بسيطة في إطار الأدوات المستحدثة، لو تسأل على جوجل أي سؤال يتعلق بالدين، فإن نمط ما ينتمي إلى مدرسة خاصة نصوصية تكرارية سطحية اجتزائية حدية تعادي الجميع، لا تؤمن بأحد، تؤمن بخلاص ضيق، معناه أن هناك أمر غير مفهوم. لماذا يمكن لهذه المدرسة في إطار إجاباتها؟ ثم ونحن في المعرض حتى الكتاب الذي يمثل هذا النمط من الخطاب بثمن يعني أكوام بأثمان بخسة أو زهيدة، في حين كتب معرفية فكرية فلسفية نجد ثمنها غالي جدا. هذا يطرح سؤال، لماذا هذه الثقافة تدعم؟ عندما أقول تدعم، على المستوى العالمي، على المستوى العالمي وفي نطاق الإسلام وفي نطاق العربي، يعني هناك دوائر تدرك أن هذا النمط من الثقافة ما دام سائدا فإن العقل المسلم لن يكون عقلا رؤيويا، سيفقد ذلك التمثل العبقري المركب الذي كان يمارسه الأصوليون الأوائل الذين للأسف انهزموا أمام هذه النصوص هذه التكرارية. المبادرة والمبادئة في تعميق المعارف وفي تشبيك المعارف، فإن الأخلاق ليست منفصلة عن الفقه، وإن الفقه ليس منفصلا عن الخلفيات العقائدية التي يؤسس لها علم الكلام، وإن الخلفيات الكلامية العقائدية ستغذي الخلفيات المنهجية في علم أصول الدين وعلم أصول الفقه وهكذا. لماذا ظهر التصوف مثلا في ثقافة الإسلامية؟ لماذا ظهر التصوف؟ لأن المتصوف شعروا بتأزم الفقه وإجابات الفقهاء، فاحتاجوا إلى أن يغذوا بعد معين أغفله الفقهاء أو أهمله الفقهاء. لماذا صوت الفلسفة في تراثنا متوارن؟ إن لم يكن متوارن على مستوى وجود الفلاسفة والعباقرة الكبار والمؤلفات، فأقله في إطار المدونة الرسمية التي أرخت لتاريخنا ستستبعدهم ولا تستحضرهم. أيضا في إطار استمداد الحكم أو الرؤية أو الموقف، يعني يستمد من فقيه يفتي بفتوى عجلة بفتوى حدية ولا يلجأ فيه إلى فيلسوف. لو ترى معي في تقسيم المسلمين، نحن نقسم بحسب مدارسنا الفقهية، شيئا ما مدارسنا العقائدية، شيئا ما مدارسنا الصوفية، لكن التقسيمات الأخرى من الوجهة المعرفية أي الإبستيمولوجية لطريقة تمثل المسلمين للعالم ولحقيقة العالم، للأسف متوارية متراجعة. والبلوى التي نعانيها الآن أننا متخلفون تخلفين، تخلف على مستوى العلاقة مع التراث، أي لم نستوعب التراث في إطار تكامله وتداخله وفي إطار تقريبيته لتفاصيل يمكن أن نقولها، ومتخلفون عن الضفاف الأخرى سواء كانت إفريقيا أو كانت أمريكا الجنوبية، أوروبا، آسيا وما إلى ذلك. للأسف نحن متخلفون أمام التراث وأمام الآخر، أمام المختلف. فاصل قصير ونعود إليكم متابعي ملتي ميديا الإذاعة الجزائرية، فابقوا معنا. متابعي ملتي ميديا، أهلا وسهلا بكم مجددا في هذا الحوار الشيق الذي يجمعنا بالدكتور الحاج دواق. أجدد ترحيبي بك دكتور دواق. طرحت جملة من القضايا المفصلية المهمة، مأزق العالم الإسلامي المعاصر يعني وتلك القطيعة يعني بين
الإنسان المسلم والعربي المسلم في هذا العالم، وقطيعته مع تراثه من جهة، وقطيعته مع ما أنتجه العقل البشري من إنتاج المعرفي. إشكالات المعرفة دكتور دواق في العالم العربي، هل المسألة يحول بيننا وبين الإنتاج المعرفي وبين العقلانية والعقل النقدي إن صح التعبير، المؤسسة الفقهية أم المؤسسة السياسية في رأيك دكتور دواق؟ يعني كلاهما نريد أن ندخل إلى هذا العصر بغير أدواته. هناك إلحاح غريب على استدعاء السابق. دائما كما قلت في فرص كثيرة، أنا لست من دعاة القطائع، لست من دعاة القطيعة، كم من دعاة القطيعة المنهجية المحسوبة المقدرة التي ترمي إلى ضرورة الاتصال الواعي المنتبه اليقظ مع التراث ككل من غير استبعاد واستحضار نطاقات التراث المختلفة، ثم البحث في البنية الكلية التي أسست لهذا التراث كممكن من ممكنات هذه البنية، كممكن من ممكنات هذه المرجعية، كممكن من ممكنات تلك الأساليب أو تلك الأدوات. أما أن يكون هو المطلق الذي يتحول إلى سقف فهذه مشكلة. ما تفضلت به من سؤال يشتبك فيه الجميع، فالأزمة فيما أتصورها هي أزمة تاريخية، مظهرها وحقيقتها أننا نريد أن نخاطب الحاضر بعقول مضت من غير استيعاب كما اتفقنا، ونريد أن نتواصل مع الآخر سواء تواصلا استقائيا نتعلم منه أو تواصلا ضديا إذا شئت أو تعانديا أو سجاليا. فالحالة التعارفية مع الآخر تقتضي أن تكتسب أدواته. كيف يمكنك أن تتواصل مع الآخر من غير أن تتمثل أدواته؟ أي نعم، نحن نصر دائما وباستمرار على أن نفكك بين هذه الأدوات وحمولاتها الرمزية وحمولاتها القيمية، مع أنه الآخر استطاع أن يمتلك أدواتنا، لأنه في الاستشراء في كتابة من خلال معرفته ربما أكثر منا بالعصور الوسطى. العصور الوسطى جميل، العصور الوسطى الغربية كيف تسمى؟ انقسمت إلى خطين كبيرين، السيناويون والرشديون. المدرسة السيناوية نسبة إلى ابن سينا، والمدرسة الرشدية نسبة إلى ابن رشد. حتى النقد الذي أقام عليه ديكارت انفكاكه عن الدرس اللاهوتي من العصور الوسطى اعتمد فيه على أساليب الغزالي وعلى طرق الغزالي. للأسف الشديد الغزالي الفيلسوف نغفل عنه لصالح الغزالي الفقيه أو لصالح الغزالي الأصولي أو لصالح الغزالي منتقد الفلسفة، لكن لا ننتبه للغزالي المؤسس. فالغزالي في النهاية كما انتقد العقل الفلسفي المتأثر بالعقل اليوناني طرح بدائل فلسفية لم يكتب لها الاستمرار، لأن المدرسة التي ينتمي إليها، وبالمناسبة هذا قد يستغربه أبنائي وبناتي من المتابعين، أن الغزالي عندما كتب فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة مما كان يشكو الغزالي؟ كان يشكو الغزالي من أن فئة الأشاعرة، مدرسة الأشاعرة، كانت تقصيه وتعتبره زنديقا وخطر بعبارته وخطر على المدرسة، وبالتالي ينبغي أن تتلافق أنه انتقد الفلسفة. هذا الغزالي وفاته كانت في 505، يعني عاش إبان القرن الخامس بأكمله شيئا ما من القرن السادس، وعانى من هذه المعاناة. فما ظنك بالفئات الآن الفقيرة على كثير من الصعد؟ أنا أحيي هذه الموجة الجديدة من تحقيق النصوص ومن إخراج النصوص ومن محاولات خلق الرابط الوعي أو رابط العقل الإسلامي منذ نشأته إلى الآن من خلال إبراز نصوصه، لكن الخطر في عملية المراكمة من غير توليد، عملية الاستقاء من مدونات التراث الإسلامي من غير أن نستخرج منها الأسس الكلية التي نشترك فيها معهم ويشترك فينا معها الغربيون والهنود والصينيون. وما دام هذا الدين نزعم أنه دين خاتم، بالتالي فهو دين إنساني، بالتالي فهو دين عالمي. إذن العلاقة مع التراث أو العلاقة مع الغرب تقتضي هذه الأدوات. المؤسسة الفقهية مقعدة لا تريد أن تواكب التطور للأسف الشديد، وتصر لحد الآن على رفض العلوم العقلية. يعني لا أريد أن أسمي حتى لا أحرج أحدا، ولكن هناك المؤسسة السياسية لأنه منذ اضطهاد المعتزلة، يعني أتحدث عن المؤسسة الفقهية وسأتي إلى المؤسسة السياسية والمؤسسة الفقهية. أحسنت، هي رديفة للمؤسسة الفقهية في تبرير وتسويغ اختياراتها. فهي تحتاج إلى الفقيه فتستعمله، ربما أو تعادي الفقيه فتسجنه. أما الصورة
صورة العلاقة المتوائمة. ربما هناك خوف من تأسس عقل نقدي الذي يحاسب لأنه أنت تعرف يسائل جميل، لأنه المعرفي أيضاً. المعرفي يستدرك على السياسي من باب أن المعرفي منظر، مدام ينظر معناه سيتجاوز التدبير بمدايات، يدرك الضعف ويدرك القصور ويطرح البديل. السياسي يخاف من المعرفي ويضيق به ذرعا، إما أن يأتي به إلى جنبه ليبرر له، وإما أن يصد عنه ويتغافل عنه، وإما أن يقصي وأن يعاديه ويصفيها. معناه أنه حالة التوتر بين السياسي وبين العالم، إذا شئت بين الوجه التدبيري والوجه التنظيري، ما دمنا لم نصل إلى مرحلة يعني تكاد تكون صعبة جدا. الغرب عاش تجارب تشبه هذه، لكن الغرب مع الوقت، هنا أتحدث عن الغرب الحضاري شيء ما، الغرب المؤسسي الذي تصالح مع ذاته مع الوقت، تصالح مع ذاته، تصالحات التي جعلته يكتشف الأخطاء ويعترف بها ويهرع إلى تقديم الحلول. فكثر ما قرب الملوك والأمراء بدءا من إيطاليا في فلورنسا في عصور النهضة، ما قربوا من فنانين ومن فلاسفة ومن شعراء ومن موسيقيين ومن 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 ومن، شيئا فشيئا أصبح الأمير وأصبح الملك وأصبح الرئيس واقعا تحت تأثير النظرية الفلسفية السياسية، إن كانت عقدا اجتماعيا أو إن كانت حداثة أو إن كانت تنويرا أو إن هذه كلها على كل حال صفحات في كتاب الحداثة، ولكن أفصل فقط للإفهام والشرح. يعني في النهاية الفيلسوف الأوروبي عندما فكر في الأزمة، عندما أقول الفيلسوف الأوروبي أي العقل الذي نظر لأوروبا، نحن لا نزال نصر بمطالبة، وهنا أتحدث عن دائرتنا نحن، يعني الدائرة الإسلامية العربية في النطاق السني، لأنني لست مطلع على الأدبيات الأخرى يعني بالعمق الذي يسمح لي بأن أقول كلاما. الإباضية الجزائرية قريبة منا شيئا ما، لكن هي لها نوع من الحيوية رغم ما يبدو من انغلاقها، لها نوع من الحيوية التي تسمح لها وهي حيوية متأخرة بالمناسبة. نحن للأسف الشديد النزاع الرمزي بين الحركات الإسلامية وبين المؤسسات الرسمية وبين الإسلام التقليدي، يعني لو خيرتني بين هذه الدوائر سأجنح إلى ما سيمنح التماسك أكثر، المحافظة على اللحمة الاجتماعية أكثر. عندما أقول المحافظة لا من باب إقرار سيئات الواقع حاشا، ولكن من باب أنه إما أن تخلق التطرفات، باب ما يسميه الفقهاء ارتكاب المفسدة الصغرى لتحاشي المفسدة الكبرى. ربما لا هذه أنا هذه لا أؤمن أبدا، هذه لا أؤمن بها، لأنه من قال لك أن هذه مفسدة صغرى؟ يعني أنت تمارس استبدادا عظيما، استبدادا جذريا، وتوظف فيه المقولة الدينية، مرة تقودنا باسم الدين إلى التطرفات، ومرة تقودنا باسم الدين إلى الإنحلاليات. نعم. أمامنا تجارب واقعية، يعني من التطرف الأقصى وتكفير جميع المسلمين إلى التحلل وإلى الدخول في تجربة عارمة، تجربة كاسحة لن يبقى فيها على قيمة ولا على وشيجة اجتماعية ولا على حالة تشبه أن يكون هؤلاء مسلمون وعرب. للأسف الشديد يعني قفز تاريخي، إما الإفراط أو التفريط. فاصل قصير ونعود إليكم متابعي ملتي ميديا الإذاعة الجزائرية، فابقوا معنا. متابعي ملتي ميديا أهلا وسهلا بكم مجددا، أجدد ترحيبي بك دكتور دواق، وأعتذر إليك عن مقاطعتي إياك في قبل الفاصل. دكتور دواق، هل ترى أن بإمكان العالم العربي والعالم الإسلامي أن يجدد خطابه؟ هل العوائق الموجودة حاليا وذلك ربما التكلس الموجود، هل هناك إمكانية للنخب أن تزيحه، أم أنه يحتاج إلى مؤسسة سياسية تتبنى مشروعا تجديديا تحديثيا؟ أنا من المؤمنين بأن مستقبلنا في المستقبل وليس في الماضي. نعم. مدام مستقبلنا في المستقبل يعني في القابل، فنحن نتسم بحالة تكامل تاريخي وحضاري وسنتجدد.
ما أراه خاصة من فئتنا الشبانية من جرأة على السؤال ومن انفتاح في الدرس رغم التهم التي تكال ضد هذه الفئات، والعملية الانفتاحات على العالم التي يمارسونها. نحن نتمنى وإياهم دائما أن نتكاتف ونتعاون ونتكامل في إطار خلق المأمول وتجاوز هذه الأزمات الحالية بالهدوء، لأن العنف لا يلد إلا عنفا، ولأن العنف لا يلد إلا خرابا. الحالات العنفية أي التي تؤدي إلى الذهاب إلى الممارسات القصوى ممثلة في صورة إرهاب وغير إرهاب، أما الحدة في طرح البديل أو في النقد هذا ضروري. حالات التململ هذه الصدمة ربما والصدمة ومستوى الأسئلة، أحييك بالمناسبة على هذا المستوى من الأسئلة، هذا النوع من الأسئلة دليل على أن فئاتنا الشبانية في الصحافة وفي الطلبة الجامعيين وفي الأساتذة الجدد وفي هناك نمط ما أخذ يتشكل، يعني ثقة في الدين من أنه خزان رمزي وقيمي ضروري أن يواكب الإنسانية. وفي الآن نفسه أنتم ونحن نشعر بضرورة الجواب الجديد. عندما أقول الجواب الجديد، الجواب الذي يجعلني إنسانا في عالم متجدد وليس إنسانا منعزلا أو منغلقا. دكتور دواق، يعني أرد يعني في ضمن السؤال، المشاريع التجديدية الآن في يعني لماذا مثلا مسألة القرآنية، لماذا المسلم والكثير من الفئات من المسلمين لا يستنكفوا أن يكون مذهبيا وتابعا لأحد المذاهب، ولكن يستنكف عندما تقول قرآني؟ كأن لماذا أصبحت مثلا النسبة إلى القرآن كأنها سبة وكأنها مذمة، كأنها مذمة مع أن الأصل، وهذه أقولها البنات وأبنائي من الشباب من عموم المتابعين، القرآن الكريم هو الإطار المرجعي المشرف على بقية المعارف الإسلامية وخاصة الحديث النبوي. إذا لم تنتظم معارفنا في إطار نسق إبستيمولوجي، يعني أقولها وأتحملها، العقل أولاً ثم القرآن ثم بقية المصادر الأخرى. عندما أقول العقل أولاً، العقل في إطار الطريق الآخر المقصي في تراثنا. عندما أقول الطريق الآخر، الطريق الذي يكون فيه الفيلسوف فيلسوفا ويكون شيئا ما متكلما، لا أخلط بين الطرق، الطريق البرهاني والطريق الجدلي والطريق لا أخلط، ولكن أنا منتبه إلى أن تراثنا فيه لحظات عبقرية، مثلا لحظة الرازي، الفخر الدين الرازي، هذا العقل الكبير للأسف الذي الآن يشنع لشبابنا إياكم أن تقرأوا للرازي، فإنه مثلا تفسير الرازي تفسير الكبير ومفاتيح الغيب وتفسير الكبير، فإنه تفسير في كل شيء إلا أن يكون تفسيرا للقرآن الكريم. عبقرية الغزالي أنه وظف جميع الأدوات في استكناه وفي تحليل القرآن الكريم والمضي بالقرآن الكريم إلى إزالة ما يبدو أنه مفارقات أو أنه تناقضات أو أنه شيء وضده لا أعني من الناحية القيمية التي مثلا الإنسان يمثل مقولة مركزية في القرآن الكريم، وفي الآن نفسه القرآن الكريم يبدو أنه يشنع على المخالفين من الناس، يرفض المخالفين من الناس، قد يعتبرهم من الناحية المعنوية ليسوا أطهارا، قد 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 ونأخذ المعنى هكذا على أنه مصمت أن القرآن الكريم يرفض الآخر مع أنه يكرم بني آدم، ولقد كرمنا بني آدم، مع أنه ثم يتيح أيضا في حرية الاعتقاد وحرية هذا مظهر من مظاهر التكريم. نعم، حرية الاعتقاد لا إكراه فيه، ليس على، نعم، لا إكراه في الدين، هذا مظهر من مظاهر التكريم. ما معنى مظهر من مظاهر التكريم؟ أن القرآن يشيد بالإنسان من حيث هو، الذي نعمل له باستمرار ونسأل الله أن يبارك فيما نفعل، أننا نبحث عن الإنسان الذي يعمل بمعية الله ليس ضد الله، كما نعيد قراءة الله أو الإله الذي لا يعاند الإنسان أو الذي لا يغار بالثقافة اليهودية إذا شئنا، الذي لا يغار من الإنسان أو الذي لا يلغي الإنسان لصالحه، يعني اللاهوتية والعلمانوية إذا شئت أو الإلحادية. وهنا عندما أقول الإلحادية لا أعني الإلحاد السلبي الساكت، لما تحدث عن الإلحاد الإيجابي الذي اعتقادا بالنفع، اعتقادا الإلحاد السلبي، الإلحاد السلبي في النهاية ربما لم يقم عنده الدليل، الإلحاد التبشيري تقصد؟ التبشيري، نعم، أقصد الإلحاد الإيجابي الذي يناكف ويبحث عن الدليل ربما العلمانية الشاملة بتعبير المسيري. أحسنت بارك الله ربي يحفظك، أحسنت على هذا الربط، العلمانية الشاملة، وإن كانت العلمانية الشاملة قد تلتزم إزاء الإيمان الصمت
ما معنى بصمت؟ أن أكون مؤمنا ولكنني علماني شامل، لا أقبل بحضور المطلقات الكليات، ولا أسمح للإله ولله المثل الأعلى بأن يحضر في تأطير الحيث أو في توجيهها. الإلحاد الإيجابي هو المناكف الذي لا يخلي الإيمان جانبا، ولكن الذي يبحث عن مسارب الإيمان ليغلقها في وجهه، والذي يقصي عمدا وتكريسا وتأسيسا حضور الإيمان وحضور كذا. معناه أننا إذا لم نتجدد على مستوى أن نفهم القرآن الكريم في إطار رهانات وانتظارات الإنسان، رهانات وانتظارات الإنسان، سقف انتظارات أبي حامد الغزالي غير سقف انتظارات الفخر الرازي، رغم أن هذا وفاته في 505 وهذا وفاته في 606، وهو غير انتظارات الإنسان المعاصر. أحسنت، نعم. شكرا جزيلا لك دكتور حاج دواق، يعني قضايا في غاية الأهمية وطرح عميق، وتمنينا لو أن وقت البرنامج يطول أكثر لنستزيد من هذه المساءلات النقدية المهمة. شكرا جزيلا لك دكتور حاج دواق، الشكر موصول إليكم أنتم متابعي ميلتي ميديا الإذاعة الجزائرية أينما كنتم، وإلى قضايا جديدة ومسميات جديدة، تقبلوا تحياتي.